جامعہ الرحیم کے ایک ننھے منہ طالب علم پانچ منٹ کے لیے محمد ولید تشریف لاتے ہیں، صرف پانچ منٹ کے لیے محمد ولید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أريد أن نقدم أمام حضراتكم بعض الكلمات حول ختم النبوة. وكما تعرفون هذه نعمة من الله تعالى، وأنا أبجل عن هذا. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني الكريم السلطان، الحليم الرحيم الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا رسوله المبعوث إلى الإنس والجان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أيها الإخوة الأحباب في الله، الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأثلج صدورنا بتلاوة القرآن، ونبر ضيوف الله ورسوله بقعة مغلمة بعلومهم. إن أسعد يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي يوم اليوم تكلم بين أيدي العلماء. قد ضاق صدري وغاب عني الكلمات، وأنا واقف بين أيديكم بعون الله ومنه وفضله وكرمه في حفلة ختم النبوة. في أول فرصة أبين عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. نبر الله سبحانه وتعالى هذا الكون بالشمس، فالشمس تنبر بقعة صغيرة عشر ساعات كل يوم، ولا تطيق أن تنبر هذا العالم كله، ولكن الله سبحانه وتعالى نبر قلوب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاله غلمة الكفر. أيها السادة، أحب أن نقدم أمام حضراتكم بعض الأمور بغاية الاختصار التي توضح الفرق بين القاديانيين وبين سائر الكفار. سأل بعض الأحباب، وقد أصبح هذا السؤال شوكة في أذهانهم. السؤال هو أننا قد سلمنا أن القاديانيين غير المسلمين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، فلماذا توجد منظمة باسم مجلس تحفظ ختم نبوة العالمي، وأسس المكافحة منظمة من عهد إمام العصر الشيخ مولانا المشا كشميري رحمه الله، إلى الشيخ يوسف بن نوري رحمه الله، إلى الشيخ السيد أطاع الله شاه بخاري رحمه الله، إلى الشيخ مفتي محمود رحمه الله من أكابر العلماء؟ وأصغر الكلام ماذا؟ ما الفرق بين القاديانيين وبين سائر الكفار؟ وقبل أن نجيبكم عن ذلك السؤال، أقول لكم على سبيل المثال حتى يصل كلامي إلى سويداء قلوبكم. كما تعلمون جميعا أن الخمر حرام في شريعة الإسلامية، وأن شربه وصنعه وشراءه وبيعه حرام. وتعلمون أيضا هذا بأن لحم الخنزير حرام نجس، وأن أكله وشراءه وبيعه حرام قطعي. وهذه المسألة يعلمها كل المسلم. وأنا أقدم عن أمام حضراتكم بعض الكلمات عن هذا. رجل الآن بين أيدينا رجلان، رجل يبيع الخمر باسم الخمر لا شك أنه مجرم، ورجل آخر يبيع الخمر أيضا ولكنه يزيد في جرمه فيكتب على قارورة الخمر زمزم، أعني أنه يبيع الخمر باسم زمزم. كلاهما مجرمان، ولكن الفرق بينهما فذلك أنتم تعرفون ذلك جيدا. وكذلك هناك شخص يبيع لحم الكلب والخنزير، فنقول صراحة هذا مجرم. وفي مكان آخر الرجل هو يبيع لحم الكلب والخنزير باسم لحم الشاة، كلاهما مجرمان ولكن الفرق بين الجريمتين مثل بين السماء والأرض. يا معشر المسلمين، لا تغمضوا عن هؤلاء، بل استعدوا بعلم وعمل، وخالفوا في كل قرية من القرى، وفي كل مدينة من المدن، وفي كل قارة من القارات، حتى يموتوا بأنفسهم، ونهجم عليهم في كل حرب حتى لا ينسوها إلى جدران الأجداد. وأخيرا أنا أرجو من
جميعكم بأن الله سبحانه ندعو من الله تعالى بأن يفوز هذه الحفلة والله يوفقنا أن نعمل على هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. یہ تھے جامعت الرحیم فیصل آباد کے ننھے منے طالب جو آپ کو عربی زبان میں قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق بتلا رہے تھے کہ شراب پینا بنانا بیچنا حرام ہے جرم ہے لیکن ایک آدمی شراب کو شراب کر کے بیچتا ہے بناتا ہے پیتا ہے یہ جرم ہے لیکن شراب پر آب زمزم کا لیبل لگانے والا اس لے کہیں بڑا مجرم ہے. سور کا گوشت کھانا اسے بیچنا بنانا وغیرہ ذالک یہ کلوم حرام لیکن ایک آدمی سور کا گوشت بیچتا ہے اس پر بکرے کا لیبل لگاتا ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے. تو یہ معصوم بچہ بتلا رہا تھا کہ قادیانی سور بیچتے ہیں اور اس پر لیبل بکرے کا لگاتے ہیں. جیسے سور بیچنا اور اس پر بکرے کا لیبل لگانا یہ ڈبل جرم ہے ایسے ہی قادیانیوں کا کفر دوسرے کافروں سے ڈبل کفر ہے.